بمركز خط الوسط محمد مقصود، كمان رمي التماس جديدة كان قريبة محمد العرجة منه، دي كرة بمنتصف الملعب عم بتكون للصالح فريق طرابلس. يضرب الجيش لحد الان ما جرب بكراته القويه على مرمى من هناك الحارس عباس حسن الا بالشوط الاول. مرحله 15 من دوري الفا علاء عز وتمريره خاطئه بتروح لحسن معتوق. حسن حاليا تنقطع سريعة كثير ترجع بتروح محاولات مع مهدي. عم بحكي بفارق النقاط لانه فوز الانصار اذا تحقق على النجمة بخلي الانصار يكون ثاني بالترتيب. الى صفوف المنتخب اللبناني، ولكن يعني اخر سنتين اصبح مفضل طبعا ليحرس مرمى المنتخب اللبناني الحارس مهدي خليل اللي كان في منذ الشوط الاول سجل باسل مصطفى من الكره الثابته، عادت الكره تمريرها قصيره الى الطرف الايمن القاعد. نادر يحيى الهندي أمامية الكرة ملعوبة في مكان ممتاز. حتى أذكر أيضا لعب معهم من الصوف. صار والسلام صغرطة وتحية كبيرة أكيد لكل القيمين على ما في شك مباراة منا سهلة أيضا على حكام المباراة وخصوصا بعد ما شفت غيرت اتجاهها راحت اصطدمت بالقائم ولحسن حظ رضوان كساب وفريق لخاء الاهلي عبيري فريق النجمه. هذا رح يرجع فريق طرابلس لهالمباراه. محمد شونا بمرر اماميه كره فرصه جديده لفريق النجمه. الهدف الاول بالمباراه بينما فريق شباب الساحل لهلا خطه الحاج حمود يعني عم تعطي نتيجتها المحافظه على الشباك وقدر الامكان الحد من خطوره فريق النجمه بالهجمات يلي بكرة الجهة اليمنى استلام هذه المحاولة. نعم يبحث مرة أخرى بلاها قصيرة إلى يحيى الهندي. الهندي دوران 50 دقيقة مرت يا الهندي 50 دقيقة جمهور رمي التماس للنجمة عند علي بازي يحيى الهندي.